موجز لأهم الأنباء نقدمه لكم من شوف تيفي، أهلا بكم. شاركت الأميرة لالا سلمى رئيسة مؤسسة لالا سلمى للوقاية وعلاج السرطان ضيفة شرف على رئيسة مؤسسة Children of Africa السيدة الأولى لكوت ديفوار دومينيك واثارا مساء أمس بأبيجون في حفل عشاء خيرية ومجمع الأموال لتجهيز مستشفى الأم والطفل ببينغروفيل ضاحية أبيجون. وفي كلمة بالمناسبة أشادت رئيسة المؤسسة بعمل الأميرة، وقالت دومينيك واثارا: نتشرف هذا المساء بحضور صاحبة السمو الأميرة لالا سلمى كضيفة شرف مبرزة، أن حضور صاحبة السمو في حفل العشاء هذا يعد مبعث سرور بالغ. في أخبار الحوادث، شهدت الطريق الوطنية الرابطة بين تازة والحسيمة في الساعة الأولى من صباح اليوم انقلابات شاحنة من الحجم الكبير كانت محملة بكميات هامة من صناديق الدجاج. وحسب ما صرح به شهود عاين الحادث لشوف تيفي، فإن سائق الشاحنة فقد السيطرة على المقود نتيجة سرعة مفرطة، كما تبين الصور تدفق الحمولة الكبيرة للدجاجة والتي كانت على متن شاحنة في طريقها لإحدى الأسواق، فيما لم يخلف الحادث أي خسائر بشرية. مغربيا، وجهت فرنسا يوم أمس إلى الجزائر رسالة صارمة تحثها فيها على ضرورة احترام الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير وضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة. يأتي ذلك بعدما منعت الشرطة الجزائرية مظاهرة للمعارضة هذا الأسبوع مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة بحسب ما نقلته وكالة رويترز. وحسب المصدر، فإن الشرطة الجزائرية منعت زعماء المعارضة من تنظيم المظاهرة يوم الأربعاء الماضي للدعوة إلى مقاطعة الانتخابات المقررة في أبريل والتي يشارك فيها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. دوليا، أعلن الرئيس الماليزي نجيب رازاق في مؤتمر صحفي اليوم أن الطائرة الماليزية المفقودة حلقت على مدى ساعات بشكل يدفع للاعتقاد بوجود عمل متعمد بعدما تجنبت الرادارات دون أن يؤكد فرضية الخطف. وقال رازاق وفقا لوكالة فرانس بريس إن آخر رصد بالأقمار الاصطناعية لطائرة البويغ تم بعد أزيد من 6 ساعات ونصف ساعة على اختفائها من على شاشة رادار مدني يوم 8 مارس. ونختم بالخبر الثقافي وبالعودة إلى الشأن الوطني، افتتح يوم أمس بدار الثقافة محمد المنوني بمكناس مهرجان مكناس للفيلم التلفزيوني في دورته الثالثة بتكريم الفنان مصطفى الدسوكين والفنانة خاتمة العلوي كوجهين تلفزيين أغنيا الساحة الفنية المغربية بالكثير من الإبداعات المتميزة التي تركت بصمات في تاريخ الإنتاج التلفزيوني المغربي. حفل الافتتاح تميز بتقديم شهادات في حق الفنانين المكرمين وكذا بتقديم أعضاء لجنة التحكيم التي تضم في عضويتها الفنانة نعيمة المشرقي والمخرج نور الدين خماري والممثلة فاطمة خير والسيناريست عبد الإله الحمدوشي. بهذا نكون وصلنا وإياكم لختام موعدنا الإخباري، نشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.